الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد اتحاد الصناعة العراقية أن جميع الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن هي شركات خاسرة باستثناء شركة واحدة، مبينا أن هذه الشركات تكبد العراق خسائر مالية طائلة. وقال رئيس الاتحاد علي الساعدي أنه في السنوات الأخيرة جرى تخفيض عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة من 70 إلى 32 شركة، مشيرا إلى أنها شركات مكبلة بالبطالة المقنعة وهي شركات خاسرة باستثناء شركة ابن ماجد لصناعة المعدات الهندسية الثقيلة. وأضاف أن تلك الشركات تدفع رواتب موظفيها عبر قروض مصرفية تؤخذ تحت ذرائع استثمارية ولا يتم إرجاعها إلى المصارف لتبقى تتراكم بذمة وزارة الصناعة والمعادن. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 148 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. أما أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149 ألف دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147 ألف دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل فإن البورصة سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148 ألف و 300 دينار، وسعر الشراء 148 ألف و 250 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. أعلن الأردن أن العراق كان رابع مستورد لدى صناعة عمان خلال النصف الثاني من العام الحالي عام 2023. وقالت غرفة صناعة عمان إن صادرات الغرفة خلال 6 أشهر من العام الحالي وصلت إلى 3 مليارات و 474 مليون دينار مقابل 3 مليارات و 576 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022. وأضافت أن الهند والولايات المتحدة والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته ملياري دينار أردني. دعت هيئة الإشراف على المصارف الأمريكية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات لتقوية رأس المال الإضافي بالبنوك الكبرى من أجل تعزيز مرونة النظام المصرفي وقدرته على امتصاص الأزمات البنكية في المستقبل. وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على البنوك مايكل بار إن الأحداث على مدار الأشهر القليلة الماضية عززت الحاجة إلى تقوية البنوك في مواجهة المخاطر المألوفة وغير المتوقعة، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حجز أكبر زيادات لأكبر البنوك الأمريكية العملاقة وأكثرها تعقيدا. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدرين النفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 18 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و 58 سنتا للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتا أيضا ليصل إلى 75 دولارا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة شح المعروض التي تشهدها السوق حاليا في النصف الثاني من عام 2023، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة بما في ذلك من قبل كبار المصدرين كالسعودية وروسيا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
الموجز، إلى اللقاء.